وهي تشكل وجبة أساسية طبعا في الحياة اليومية للعديد من الشباب. منهم أنت. منهم أنا أكيد. لكن هذه الأطعمة لها نتائج سلبية بسبب مكوناتها أو حتى طريقة تحضيرها، وقد تسبب إضافة إلى الأمراض سمنة وزيادة ملحوظة في الوزن. نستضيف معنا من رام الله الاختصاصية في التغذية زينة البرغوثي للتحدث أكثر حول هذا الموضوع ضمن فقرة رشاد صحة. أهلا بك. يعني اليوم هو اليوم العالمي للطعام غير الصحي، كيف نعرف الأطعمة غير الصحية وما هي أبرز الأمثلة عليها؟ أول شيء سعد صباحكم وصباح الخير لكم. أكيد الأكل السريع صار أكيد جزء إشي طبيعي من ناس كتير مشغولة، سواء الشغل سواء بالمدرسة إلى آخره. كيف منعرف هالأكل الجنك بنسميه أو الأكل السريع؟ هو المأكولات بتكون عالية بالدهون المشبعة، عالية بالملح، عالية برضو بالسكريات، نظرا أنه هالإشي إحنا مفروض ناكل منهم أقل إشي أو احتياجنا بيكون أقل من الموجود بالوجبات هاي السريعة. بالإضافة إلى أنهم بيكونوا عاليين بهالدهون المهدرجة والدهون المشبعة، برضو بيكونوا كتير قليلين بالمواد أو المغذيات اللي هي أساسية جدا لصحتنا ولمناعتنا ولكتير قصص. فبنلاقيهم معلقين واطين بالفيتامينات بالمعادن بالألياف، فبنسمي حتى السعرات الحرارية منهم بنسميهم empty calories لأنهم ما عم بفيدونا. بس نظرا أنه برضو لازم نركز شغلة أنه ما نحاول نحط فوبيا منهم، بس لازم نكون ملمين بإيش معناهم حتى برضو يكون هالإشي ممكن حافز لحتى نغير من اختيارنا لهيك مأكولات. طيب زينة، احنا عادة انه نلاحظوا عدة اعلانات ربما لانواع هذه الاطعمة الغير صحية، لو عرفتنا طبعا ببعض انواعها لو سمحت. اكيد طبعا هم الوجبات، طبعا غير الوجبات نحكي على زي البرجر زي البيتزا اللي هم موجودين بمطاعم الاكل السريع. عندنا الحلويات اللي هي برضه بنلاقيها صارت برضه كتير متاحه وموجوده. بنفس الوقت عندنا الشيبس اللي هو برضه بيكون عالي بالزيوت المهدرجه والدهون المشبعه. عندنا برضه اللي هي نحكي المقالي بشكل عام، هي برضه من الاصناف اللي نحكي الاكل الجنك. بنفس الوقت المشروبات هي تعتبر جزء برضه، المشروبات العالية بالسكريات المضافة هي برضو تعتبر من أصناف نحكي الأكل السريع أو إشي السريع الغير مغذي. فهي بيعتمد برضو على الوجبات الخفيفة والوجبات الأساسية زي البرجر زي البيتزا أو زي برضو زي ما حكيت الأكل المقلي بشكل كتير كبير وفيه دهون متحولة، وهذا كتير له أثار سلبي على صحتنا وعلى طبعا على مناعتنا بالأخص. لأنه برضو كتير مهم نقطة هون أوضح أنه قديش مهم احنا نكون ملمين بالاثر تبعهم على المدى الطويل لهيك مأكولات، حتى برضه هالشيء زي ما قلت خلينا دائما واعيين على هيك نوع من الاكل وشو ممكن يضر فينا. يعني اللي ذكرتيهم هن يمكن اطيب المأكولات، فكيف تصنف الاطعمه كاطعمه غير صحيه؟ طبعا انا زي ما قلت المأكولات اللي حكيتها اللي هم البرجر والبيتزا والى اخره، هم هدول كلهم يعتبروا غير صحيين نظرا زي ما حكيت انه كثير عاليين بالمواد اللي هي زي الدهون المهدرجه والدهون المتحوله واكيد سكر مضاف. بس بنفس الوقت كثير مهم انه اوكي عم نصنفهم كغير صحيه، بس كثير مهم انه ما نتعامل معهم كشيء ممنوع بتاتا، لانه هالشيء اذا صنفناهم كشيء ممنوع او وحطينا عليه رد ليبل بصفي الاشخاص لا بدها تاخذ اكثر انه ليش هذا ممنوع. فكثير مهم صنفناهم، عرفنا شو مضارهم زي ما حكيت، عرفنا توعينا على شو الاثر تبعهم سواء على الجهاز الهضمي تبعنا اللي هذا شيء كثير اساسي، سواء عرفنا قديش انه هم قليلين بالمغذيات اللي هم الفيتامينات والمعادن والالياف. فهذا نقطه بورجينا انه احنا خاصه في مطبخنا العربي غنيه جدا بالدهون وبعاليه السعرات الحرارية ولكنها غير مصنفة غير صحية، هل ذلك لوجود فوائد غذائية لها؟
طبعا احنا مطبخنا العربي لازم نعتبره فرصه حتى بالعكس نستفيد منه حتى نغذي او نحط نغذي جسمنا بالمغذيات الصحيحه. فمثلا لما نحكي نستخدم زيت الزيتون اللي هو عالي بالدهون الصحيه واللي هم مسميهم مونو انساتشوريتد فاتي اسيدز كثير منيح. هدول مثلا يعتبر في ناس عندها كثير مثلا بتحكي زيت الزيتون استخدامه كثير لا مش منيح، بالعكس نستخدم مطبخنا العربي. بنفس الوقت احنا مطبخنا العربي فيه كثير من الخضار وحتى البروتينات الى اخره، برضه هالشيء فرصه نستفيد انه قديش نحط مكونات صحيه نستفيد منها، بس زي ما حكيت ما نتجه لاتجاه انه نقليهم كثير او نحول هالخضره مثلا نعملها خضره مقليه، فبتصفي احنا هون ضعنا بالمغذيات وصفينا حولنا من شيء صحي كان نستفيد منه لشيء صار نظرا نوعا ما عالي بالدهون المهدرجه الى اخره وقليل بالمغذيات. طيب زينة، كم مره تقريبا اسبوعيا يمكن ان نتناول اطعمه بسعرات حراريه عاليه؟ هلا زي ما بس اوضح شغله انه السعرات الحراريه الموجوده في الجانك فود الى اخره تعتبر امتي كالوريز زي ما قلت لانها بتكون غير مفيده واسم المغذي غير مفيد. نعم نعم صحيح. هلا كم من مره طبعا يفضل نحكي مثلا دائما يستمتعوا الناس مره بالاسبوع بوجبتهم المفضله حلو يستمتعوا فيها، وبهاي الطريقه بكونوا ضامنين انه تقريبا خلال الاسبوع هم غذوا جسمهم بالاكل المغذي بالاكل اللي عالي بالمضاد الاكسده عالي بالبروتينات عالي بالالياف، فبالتالي لما يكون الاسبوع تبعهم نوعا ما فيه مغذيات اساسيه بتحميهم بتعزز مناعتهم بتعزز الكوليسترول المنيح اللي عندهم، هل التوازن هذا بيسمح لهم انه يستمتعوا بوجبه بالاسبوع ما يعتبروها كوجبه هيك، بالعكس يستمتعوا فيها حتى لانه بنحكي دائما انه الاستمتاع بالوجبه تبعتنا بخلينا نوعا ما خلص ساتسفايد مقتنعين انه استمتعنا في هالشيء، وهل التوازن هذا كثير اساسي حتى ما يخلينا دائما الاكل السريع هو الحل تبعنا. نعم. فلما نعرف انه لا احنا مسموح هالإشي بخلي نوعا ما عنا حافز انه نحافظ على التوازن بغذائنا، بس بنفس الوقت لا مسموح لنا انه ناخذ جميع الوجبات اللي بنتناولها بيكون في المشروب جزء اساسي منها، فماذا عن المشروبات؟ يعني هناك مشروبات تحمل شعار دايت مثلا. مظبوط. هلا كلمه دايت بس خليني اوضح نقطه غير على المشروبات على هلا بحكي لهم عن المنتجات، كثير بنشوف بالسوبر ماركت صار في كثير منتجات مكتوب عليهم دايت، فاحنا تلقائيا اوكي دايت معناته هذا كثير منيح لإلي. كثير مهم للاشخاص انها تطلع على المعلومات الغذائيه على المنتجات تشوف، يعني ممكن اذا منتج مكتوب عليه لو ان شوجر او ما في سكر ممكن يكون منضاف له دهون فشوي توازن، او العكس صحيح ممكن يكون في ما فيه سكر بس فيه دهون او فيه دهون ما في سكر، فهي نقطه انه مش معناته انه دايت معناته هو الانسب لنا. بالنسبه للمشروبات طبعا في ناس كثير تعتقد انه نختار الدايت سودز اللي هو بيستبدلوا السكر المضاف بحلويات بمحليات صناعيه، هل شيء ممكن يخليهم انهم ينزل وزن او يفيدهم؟ هلا الابحاث العلميه ما اجزمت على نحكي على اثر سلبي كبير على الدايت سودز، بس ما اثبتت برضه انه هالشيء بيساعد على نزول الوزن، يعني في اشخاص في ابحاث اثبتت انه احنا نتعود على الطعم الحلو اللي هو المحليات الصناعيه بنعرف هي تعطي طعم حلو اقوى من السكر صحيح. الطبيعي لما نعم. نتعود على المحليات الصناعيه بشكل كبير بنضلنا عنا انه بدنا ناكل شيء حلو، وبنفس الوقت نعرف انه الدايت سودز او المشروبات المكتوب عليها دايت او خاليه من السكر ما فيها قيمه غذائيه، فبرضه ما نعتمد عليها كثير، لانه بنفس الوقت اذا اعتمدنا انه احنا بناخذ دايت سودز هالشيء سيكولوجيا ممكن نحكي وجهة السياسات انه بتخلي الاشخاص تاكل اكثر، انه انا اوكي عم باخذ دايت بقدر مسموح لي اكل اكثر، فنحاول انه نعمل توازن ما نعتمدهم على كمشروب مع كل وجبه، طبعا احنا دائما بنحكي المي هو الاساس، ممكن ناخذهم من فتره لفتره بس مش نعتمد كانه هدف صحي احنا عم ناخذ الدايت سودز. طيب زينا، ممكن اعتبار انه للاهل هو الدور الاساسي في تقديم اطعمه صحيه للاولاد خاصه او للعائله بصفه عامه؟
هذا سؤال كثير منيح، لانه الاهل بيلعبوا دور جدا جدا اساسي بقديش بيقدروا انهم يوفروا الاكل الصحي في البيت لاولادهم، وبنفس الوقت يعودوهم على عادات غذائيه صح. يعني انا بنحكي اوكي اذا الام او الاب حطوا بالبيت جو غذائي، دائما الدهون الصحيه موجوده، البروتين، النشويات المعقده، كل هالمأكولات الغذائيه موجوده، وعودوا اولادهم وفهموهم. انا دائما بحكي الادكيشن او نعلم اولادنا ليش هذا الاكل الصحي، ايش رح يفيدهم. بنفس الوقت ما نعطي ما ننج... نعمل عندهم نوع من الفوبيا انه مثلا ممنوع البطاطا المقليه، ممنوع البرجر. بالعكس، لما يكون الولد عنده ملم بكل انواع الاكل وبيعرف انه في عندنا توازن باكل مغذي بفيدني، رح يخليني عندي اعدام احسن، رح يخليني عندي مناعه. بنفس الوقت لما الاهل يوعوا انه لا ممكن تاخذ هاي نحكي المأكولات العاليه بالسعرات الحراريه اللي مش كثير مغذيه بين فتره وفتره، يعني بكل فدول الاهل جدا جدا اساسي. بكل بساطة ممكن أن نشرح لأطفالنا حتى يقتنعوا أيضا وليس فقط منعا. طب أنتم كأخصائيين تغذية كأختصاصية تغذية تتناولون أيضا الأطعمة للجنك فود؟ طبعا اكيد يعني بالاخر كل احنا انسان اكيد زي ما قلت، يعني لما تكوني 80% من الغذاء تبعنا متوازن، الا ما وجبه من هالوجبات تكون هيك نستمتع فيها. وبنفس الوقت زي ما حكينا ما بشكل عام بالاختيار الاكل ما في شيء ممنوع تماما، زي ما حكيت دائما في مش ابيض او اسود، دائما في ناخذ الصوره العامه. كل الشكر لك يا الاختصاصية في التغذية زينة البلغوثي، شكرا لك. شكرا لك زين. شكرا كثير لكم، وأنا كثير مبسوطة بوجودي معكم. شكرا. جميل. أهمية وجود هيك يوم عالمي للمأكولات غير صحية، هو يعني أنا أتذكر أنه كل شيء لازم يكون فيه توازن. بطبيعة الحال دائما التوازن أهم حاجة في الحياة. صحيح. من نذهب إلى فاصل ونعود بعد للحديث عن الفروقات الجندرية في اختيار المهن، انتظرونا.